السلام عليكم. اليوم مع فيديو جديد مع وصفة جديدة اللي هي لازان بليزيبينا. وبقاو معنا نعطيكم المقادير. كناخدو نص كيلو ديال الدجاج وكندهنوه بشويش ديال زيت العود باش ما يجيناش ناشف في الفران ويجي رطب ملي نجبدو. ملي كنكونوا دهناهم كناخذوا واحد الاناء صغير نديروا فيه العطريه ديالنا. كناخذوا شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، قياس معلقه، هنا واحد المعلقه ديال البصله ناشفه، وما نساوش واحد معلقه ديال الملحه كنت حطيتها قبل. من بعد ما خلطنا العطريه كناخذوها وكنديروها في الدجاج ديالنا، كنشرملوه مزيان وكنخليوه واحد 5 دقائق يرتاح وكندخلوه للفران اللي هو ديجا سخناه على 200 درجه. وما نساوش نخدمو الفرفاره باش ما يجيناش اللحم ناشف. من بعد كناخذ واحد المول اللي غيدخل الفران وكنحطو فيه لي مخصو ديال الدجاج عندنا باش نرميوه يطيب. طبعا كناخذ اناء كنكونو درنا فيه الماء سخن ومن بعد كنديرو فيه واحد المعلقه ديال الملح تكون عامره. من بعد كنحطوا لي لازان ديالنا في الاناء. هنا خديت شويه ديال البصله شحرتها، هانتوما تلاحظوا معنا حتى يتغير اللون ديالها، نشحروها مزيان حتى يولي اللون ديالها. ملي تغير اللون ديالها كنزيدوا عليها واحد جوج معالق ديال الطحين باش نصاوبوا لاصوص بيشاميل، وبالطبع اللي هي كلشي تيعرفها. كنحركو مزيان حتى ينسجم لينا الخليط اللي هو الطحين مع البصله، كنزيدو عليهم الحليب وكنحركوهم مزيان مزيان. من بعد كناخدو اناء اللي كنوضعو فيه واحد العلبه ديال الجبن كامله. من بعد كنزيدو عليها واحد 100 غرام ديال الفرماج مخلط ما بين الموتزاريلا والفرماج حمار، واحد معلقه ديال القزبر والمعدنوس. وهنا كنت خديت جوج البيضات لاني كنستعمل مول كبير، نتوما تقدروا تكتفيوا ببيضه واحده. من بعد كنخلطوا الخليط جيدا وكنرجعوا للاناء ديالنا اللي عملنا فيه البيشاميل، كناخذوا دوك السبانخ اللي قطعنا مسبقا وكنخلطوا الخليط جيدا حتى كينسجم كلشي وكتعقد لينا البيشاميل. كناخذ المول اللي غنقدموا فيه اللازان، كندير واحد الكميه ديال البيشاميل مع لي زيبينار وكندهنوا المول ديالنا من التحت وكنحطوا الورقات ديال اللازان وحده حده وحده حتى كنملؤوا الصف الاول. هنا كناخذوا الخليط ديال الاجبان وكنوضعوا واحد الكميه وكنغطيو بها لي لازان ديالنا. وكناخذوا الدجاج اللي طيبنا في الفران وكنوضعوا حتى هي واحد الكميه لا باس بها في الطبقه ديالنا. واكيد كنزيدوا واحد الكميه ديال لاصوص بيشاميل مع لي زيبينار
باش كنسقيو داك الدجاج اللي عندنا، وكتكتمل عندنا الطبقه الاولى. وهكا على التوالي كنزيدو، هكا كنكملو كاع لي لازان اللي عندنا بنفس الطريقه. من بعد كنزيدو عليهم لو فرماج من الفوق، وكنغطيوهم بالبابي كويسون هو اول حاجه، وكنزيدو فوق منه الالومنيوم باش داك الصاد ديالو يرجع ليه ويطيب، وندخلوهم للفران. ومن بعد ملي كيطيبوا لينا لي لازان ديالنا كنقدموهم بهذه الطريقه من بعد ما كيكونوا تحمروا، وبصحه وراحه. و الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم.